حكاية أخرى لا تنمو بغيرها الأوطان. هل في وطن ممكن ينمو يكبر يبقى له قدرات سياسية ودوائر حيوية، أو يبقى له وضع اقتصادي آمن وفي أمل في المزيد من الاستقرار الاقتصادي أو حتى النمو الاقتصادي؟ هل في وطن ممكن يخلق تعليم؟ هل في وطن ممكن يبني وجدان وثقافة حقيقية وفنون من غير استقرار أمني؟ استحالة. مفيش استقرار أمني يبقى مفيش أي حاجة. إزاي مصر قدرت إنها تحقق استقرار حقيقي في الأمن القومي المصري، واللي بينعكس على الأمن القومي العربي كله؟ مصر استقرت، المنطقة استقرت. لا قدر الله هزة بسيطة في مصر تقلب كيان المنطقة كله. معانا على التليفون سيادة اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا دكتور. يمكن مهم عندنا أن احنا نفهم كيفية استقرار الأمن القومي المصري. إيه اللي حصل؟ يمكن بقالنا دلوقتي 12 سنة بنبني في ده، وإزاي أنه الاستقرار أو استقرار الأمن المصري أو استقرار الأمن القومي المصري هو بطبيعة الحال استقرار المنطقة بالكامل؟ صحيح. يعني احنا الأمن القومي من زمن طويل قوي كان مفهومه أن البعد العسكري هو الأساس فيه، القوى العسكرية. لكن مؤخرا الأمن القومي له مجالات كثيرة جدا، باكتمال هذه المجالات تتحقق الأمن القومي، فالبعد السياسي سواء داخلي أو خارجي، البعد العسكري والأمني ده طبعا مهم ومعروف، البعد الاقتصادي والاجتماعي بكل ما فيه من تعليم وصحة وثقافة ودخله أبعاد فرعية كثيرة، أيضا التكنولوجي والبيئي. قدرة الدولة على تحقيق أمنها القومي في كل هذه المجالات دي نقطة مهمة جدا، والنقطة الأهم منها تحت مختلف الظروف. يعني أنا دايما لما كدولة بحاول أحقق أمني القومي في ظروف هتستجد داخل الدولة وفي الإقليم بكل دوائره وأيضا في العالم، هذه الظروف مفروض أنها ما تأثرش بالسلب على المجالات دي أو تأثر على بقاء الدولة، ودي نقطة مهمة جدا. والأول مرة يحصل في الإقليم أن يحصل تأثر شديد جدا في كيانات الدولة من الداخل وشرائح السكان المختلفة، وأيضا في الدوائر، دوائر الأمن القومي على اختلاف أنواعها. سنأخذ مثال، لأول مرة يتأثر يتم محاولة التأثير على الأمن القومي المصري في الداخل ومحاولة ضرب شرائح المجتمع بعضها، والأول مرة يتم تهديد الأمن القومي من الغرب، شايفين وضع ليبيا، من الشرق شايفين حتى الوضع اللي موجود وحتى محاولة الضغط على غزة شكله إيه، وفي الجنوب وطبعا السودان وانزل الامتدادا لغاية أثيوبيا وسد النهضة، وفي الشمال شرق المتوسط. فكل كل النطاق المباشر مشتعل، إضافة إلى النطاق اللي بعديه وهو النطاق العربي، وشفنا اليمن، شفنا اللي بيحصل في أيضا المركز الثقل المهم جدا وهو منطقة الشام. الدوائر دي، الدوائر اللي حواليها حتى الأبعد منها اللي في أفغانستان، نطلع لأوروبا هتشوف أوكرانيا والدائرة دي شكلها إيه، وكل ده له تأثيرات سلبية على الأمن القومي. صحيح. المصري اشتعال غير طبيعي وما حصلش قبل كده في التاريخ. قدرت الدولة المصرية بكرم من ربنا سبحانه وتعالى وبجهود أبنائها وقيادتها إنها تصمد وسط هذه التهديدات، وفي دول ما قدرش تصمد، وفي دول اللي موجود منها بس عشان نكون أمنا بدون ذكر أسماء عنوان الدولة بس اسمها، لكن من جوه ما فيش مؤسسات، وده يعني بيخلي الدولة يعني لو فضلت كده كام سنة الاسم ممكن ما يبقاش موجود للأسف الشديد. كان مهم جدا ان الدولة المصرية
انها تحقق امنها القومي، وده يبقى اساس هام جدا لمشروعات التنميه. مشروعات التنميه الحمد لله اتحققت، قد نكون غير راضيين على بعض المعدلات او عايزين انجازات اكتر من كده، كل ده حقنا والطموح المواطن ده في منتهى الاهميه، لكن يجب ان انا وانا بقيم تجربه التنميه ومعدلاتها ابص للامن القومي في دوائره المختلفه ومجالاته المختلفه عشان اعرف ايه اللي بيحصل حواليا وانا حققت ايه في ظروف شكلها ايه. والخصهم في ثلاث جمل بساط: قدرة الدولة على المحافظة على بقائها، وتحقيق معدلات تنمية في جميع المجالات، والكلمة الثالثة المهمة: تحت مختلف الظروف، وحط تحتها خطوط كتيرة جدا، وده اللي حققته مصر الحمد لله. لازالت المنطقة مرشحة لو صح التعبير للاستهداف، المنطقة طبعا. يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، خليني برضه أتكلم بمعايير عالمية. في شركات تقييم مخاطر موجودة في العالم وخاصة في أوروبا، منها شركات عالمية، مش هقول اسمها عشان ما سواقش الأسماء، لكن هتلاقي تقييم المخاطر لدول المنطقة، المنطقة عالي جدا، والمخاطر بيقيموها سياسيا وأمنيا، وحتى الإرهاب حاطينه منفصل عن الأمن عشان نظرا لخطورته، وأيضا تقييم مخاطر سبرانية ومخاطر بحرية ومخاطر الصحة. يعني هم المخاطر مقيمينها اصناف كثيره جدا، من اعلى تصنيفات المخاطر في العالم كله المنطقه اللي احنا بنعيش فيها، سواء المنطقه العربيه او الافريقيه او الشرق الاوسط، لما تبص لها تلاقي كلها واخده اللون الاحمر. وانا يعني للاسف الشديد، وخلينا نتكلم بصراحه في منتهى يعني الصراحه والوضوح، ان المنطقه هتفضل فتره طويله بالمنظر ده، وبالتالي دي الظروف اللي انا بعيش فيها. ارجع تاني: قدرة الدولة على المحافظة على بقائها، وتحقيق معدلات تنمية في جميع المجالات تحت مختلف الظروف. وما بقول الظروف يبقى ظروف داخلية وإقليمية ودولية، وإحنا كدوائر أمن قومي دائرة معقدة جدا، من أعقد دوائر الأمن القومي في العالم مصر. تحرك عندك الدائرة العربية فأنا دولة عربية، ودولة ودائرة إفريقية فأنا دولة إفريقية، في تشابك بين الدولتين بين الدائرتين، وأيضا آسيوية، ففي تشابك بين برضو الدائرة الآسيوية في دول والدائرة الإسلامية، ولو أنت حبيت تدخل والأورو متوسطية، يعني تشابك شديد جدا في دوائر الأمن القومي وضريبة الموقع. ونرجع لكتب الراحل العظيم الأستاذ الدكتور جمال حمدان، هنفهم الموقع وضريبة الموقع برضو عشان نبقى يعني طبعاً أمنا مع بعض. صحيح. أنا بشكر. فأنا برضو أنا عايز السادة المشاهدين إن هم يعني لما بتقيم تجربة أو نجاح بص للدوائر كلها اللي احنا عايشين فيها، علشان يعني قد يكون لينا طموحات، وده أمر كويس وده أمن قومي برضو، هيبقى لينا طموح وعايز أوصل لمعدلات أعلى، بس بص للدوائر عشان أنا وأنا بشتغل أبقى عارف إن أنا شكل التحديات والتهديدات والمخاطر اللي أنا بواجهها كدولة شكلها إيه، والدول اللي حواليها شكلها إيه. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.